بونجور بونجور بونجور. صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح المحبة، صباح الشبوبية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام ناس الكل. نهار جديد، خلينا نبدأ بربي بالموجات الإيجابية والتفاؤل. حلقة جديدة في المدام وجهة، فيها الضحك، الموسيقى، الأخبار والنصائح، وين ننصحكم تقعدوا معنا من توا حتى نص نهار. من 9:30 لنص نهار المدام وجهة مع وجهة الجندوبي. أولادي ناقصين اليوم، أولادي ناقصين، قريد العش ناقص جوزيف لارتباطات مهنية، نقولوا له ربي معاك وإن شاء الله ربي عينك. باغ كونتخ جي بحذايا ولدي صغير صغير بالكل، براجة بحذايا اليوم للستوديو، ما حبش يخلي أمه وحدة، قال كيفاش خوتي كل مغايبين، خنجي أنا نقعد شوية معهم. بونجور برا، مرحبا بيك، قول بونجور بونجور بونجور، محلى صوتك، اهلا وسهلا بيك. وبحذايا طبعا من هنا ابني الكبير، ماله سبور كوتش تحريك بدن دونس. صباح النور، صباح الورد وجو، صباح النور الناس كلها اللي تسمع فينا وتتفرج فينا على اي اف ام تي في. يا سيدك دونك بحذايا الابن الاكبر، نسلموا على راجح زيدا ولدي البوغوس، يخدم بالليل كل ليله، ولا يخدم بالليل يخدم دوب نورمالمون اللي يخدم بالليل. خلينا نعملوا له فازا ميساج. دونك تحية كيف كيف زاد الراجح، نقولوا له ربي عينك. احنا نبداو حلقتنا اليوم بالسونداج، واليوم اسالناكم، اي اسالناكم، هل التونسي يهتم بصحته ويعمل فحوصات دورية عند الطبيب مش كان كي يبدا مريض؟ نعم والا لا. فما شكون يقول لك طبعا بالطبيعه نعمل فحوصات وكل شيء، وفما شكون يقول لك والله اسمعي انا مادام ما حسيت حتى شيء يا خويا ما فماش علاش نفجع روحي ونمشي نشوف ونتفجع على تجيني حكايه هكا هكا ولا لا دليل. انت كيف تخمم؟ انا بصراحه كيما التونس الكل نتصور، كيما التونس الكل ما نمشي للطبيب كان كي تقول اي، كي نقول اي، وكي نقول اي زاد ما نمشيش للطبيب، نقول خلي بدني داوي يروحوا بروحهم بعد للطبيب. لا انت عايزك من ياسر سمحت، انت العباد ما يلزمهمش يتبعوك. ما يتبعونيش. اما اون جينيرال احنا ما عندناش الكولتور نتاع ان احنا كل ستة شهور نمشيو نعملوا باي اكزامبل تخطيط على ديزاناليز على حاجات بنشوف امورنا. اون جينيرال ما عندناش. هو محلاه العبد راهو مريره في العام، يعمل لك البيلان، شوف روحه اش فماش ما فماش، اش عنده اش ما عندوش، باش هكا اللطف الله لا يقدر حتى تجي حويجه هكا صغيره يلقفها العبد يلقفها. رايكم مستمعينا يهمنا برشا برشا برشا، ومشاهدينا زاده خليونا الاجابات نتاعكم على انستغرام وفيسبوك. اي اف ام كوتش دالي، وي يا سيد كيف نسيتك، وي باش نقعدوا معاك اليوم، مرحبا، وباش نعملوا برشا رقصات برشا رقصات وبرشا حكايات وبرشا حكايات وبرشا تحريك بدن وبرشا تحريك بدن. تبعونا باهي يا سيدي، يلا نمشيو فاصل ونرجعوا نشوفوا دليل اليوم شنو اللي محضرنا. 9:48 دقيقة رجعنا لكم في المدام وجيهة. دونك كيف ما قلنا لكم قبيلة باش نقعدوا مع دليل اليوم في رقصة، رقصة جديدة باش يحكي لنا عليها الأوربان دانس. نمشيو نحرك بدنك. تو كنت تحكي لي في الكواليس، قلت لي مجموعة رقصات في رقصة وبرشا حكايات في برشا حاجات. تما قبل ما نبداو نحكيو على الأوربان دانس، نشكر برشا صاحبي على زرافي اللي البارح تكلمنا وفيقنا في حاجة اللي البارح حكينا على البريك دانس، وقال لي راهو البريك دانس مش يولي ابارتيغ من 2024 في باريس اولمبيك سبور اولمبيك، يولي اسمه بريكينج. معناتها هما عملوا له كيفاش فات يدخل للاولمبيك لي جوز اولمبيك، قبل باربع سنين يعملوا ديمونستراتيف معناتها يدخلوه كديمونستراسيون، كان بعد الفوت يقولوا اوكي دونك يدخل اوتوماتيكمون كجو معناتها في لي جوز اولمبيك. دونك البريك دانس اللي حكينا عليه البارح ادخل في لي جوز اولمبيك اللي باش تكون ان شاء الله 2024 في باريس، باش يولي اسمه بريكينج. بريكينج باهي برا بريكينج، عملت انت كيلكو سيونس فوالا. اليوم سيدي باش نحكيو على الاوربان دانس. الاوربان دانس هي ان فيت كيما قلت انت وجه هي فيها برشا دي ستيل نتاع دانس، مي يدغى عليها الهيب هوب.
يضغى عليها الدانس لي بوب. مي تلقاها قاعدين نشوفوا عنا في عنا فيديو على اي اف ام تي في. هذوما لي شامبيون نتاع تونس في الكومبيتيشن. دونك كي تشوف تتفرج على الكوريغرافي تلقاها مخلطه ما بين الكونتمبوران ما بين السالسا ما بين الجاز ما بين الهاوس ما بين الكرامب وفيها معناتها برشا معناتها لي ستيل هذوما منين يجيو فات يجيو ماك الالهام نتاع الكوريغراف. يبدا معناتها الكوريغراف لومور نتاعو شنو البيرسوناليتي خاطر لازم يحط البيرسوناليتي والبصمه نتاعو في وسط الكوريغرافي. هات نسمع شويه اكستري مع المخرج ونعاودو نرجعو. زعما تكون موجوده هنايا كل ستيل تعمل فيه تك تك تدريبه معناها لي زيفي هذوما اون جينيرال الغناء ما يبداش معناتها غنيه اوريجينال يبدا ريميكسي فوالا الريميكس هذوك هما مش يلعبوا عليها هما مش يلعبوا على لي زيفي وفيها برشا ديزيفوليسيون يتسموا ديزيفوليسيون ترو بريت كي يبداو يشطحوا الكل تلقى يعملوا دي فورم اون فيت فوالا هنا نشوفوا يبداو يخلطوا لبعضهم بنات وحدهم بعد ولاد وحدهم القدام وحدهم بعديك معناتها فريمون ياسر مزيانه اللي تفرج وكل مره يحرك البارتي الفوقانيه تتحرك وحدها من بعد البارتي الثانيه ايفيكتيفمون. دونك اللي فريمون يتفرج عليها الاوربان دانس يشيخ معناتها اوترومون ويتفرج على حاجه تابلو مزيان فريمون سي دو لارت تابلو مزيان تابلو. دونك التابلو هذا في برشا خدمه راهو ما تقولش راهو ساهل في برشا خدمه في برشا كورديناسيون خاطر لازم الناس الكل تعمل تنسق في الحركات مع الناس الكل معناتها كي تتهز يد لازم اليدين الكل تتهز في برشا معناتها كيما قلت لك خدمه نتاع ايفوليسيون خاطر يبداو القصار بي اكزومبل قدام الطويل شويه التالي باش يبدا الفورم هذيك مزيان على الاخر وتبدا فما دي موفمون كيما قاعدين نشوفوا تناسق ما بين المومبغ لي مومبغ سوبيريور اليدين معناتها والترون والراس وكل شيء والمومبغ انفيريور اللي هما الساقين لين في الاخر تعطينا ان ستيل دو دانس اونيك اللي هو يتسمى واللي هو فريمون يختلف من عبد العبد ولا يختلف من تروب لتروب ولا من كرو لكرو. وقتاش تخلق الـ 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 النوع هذا نتاع الدانس؟ هذا اون فيت تخلق من بعد لي زاني 70 لي زاني 70 تخلق الهيب هوب مع الراب وكل شيء هو تخلق من بعد نتصور في لي زاني فان لي زاني 80 داكور دونك ومن بعد هو تخلق في امريكا كيف كيف كيما اي ستيل دو دونت يضرب في امريكا من بعد راهو تصير عليه برشا خدمه وبرشا اجتهادات معناتها اجتهادات مع لي كوريغراف علاش على خاطر كيما قلت لك لي كوريغراف كل واحد والباجاج نتاعو وكل واحد والليكول نتاعو فاتريت انا باغ اكزومبل نبدا كوريغراف ليكول نتاعي ايكول قديمه اي اولد سكول نولي نحط البصمه نتاع الاولد سكول في النوفيل جينيراسيون معناها كل كوتش وشنو البصمه كيف ما تقول انت اللي يحطها في الجروب في الانسبيراسيون هذيا معناها تصير الانسبيراسيون هي تتسمى هو يحط الجو هذيك ولا الانسبيراسيون نتاعو البصمه نتاعو اوترومون باش يعرفوا اللي تروب هذيا راهي تابعه فلان اللي هو الكوتش نتاعهم ولا الكوريغراف نتاعهم دونك فريمون فيها برشا حب فيها برشا تسمع موزيكا يلزمك فريمون انت تمثل الموزيكا لي زانسترومون نتاع الموزيكا بدنك مي اون كولكتيف راهو سي تري امبورتون خاطر الانديفيديوال ينجم يكون ساهل مي الكولكتيف واحد يعمل حاجه والاخر تناسق كي الماء فات كي, كي 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 المطر كي تصب فما التناسق ما بين النكتات نتاع المطر هذاك هو كيفاش تعطينا اون كوريغرافي ياسر غيش وياسر مزيانه كي نتفرجوا عليها. دونك موجودين لي كلوب في تونس موجودين تويكا ولو فما دي زيكول دو دانس كاريمون موجودين برشا دي زيكول بروفيسيونيل دو دانس والصغيرات ينجموا يدخلوا للدانس من اللي عمرهم 3 و4 سنين فوالا ابارتيغ من 3 و4 سنين تنجم تدخل صغيرك للدانس باهي للحركه للموزيكا للنفسيه كل شيء معناها لا دانس حاجه غيش على الاخر راهي كولتور دانس وفما حاجه تري امبورتون تريت الاج اللي يبدا من 12 سنه ل 16 و18 سنه اللي هو احنا نسميوه اج كريتيك شويه خاطر صغير كي يبدا مش بيان انتوري ينجم معناتها يمشي يتبع حاجات اخرين ريت كي تحطوا انت في ايكول دو دونس وتحطوا انت تبع ستيل دو دونس اللي هو يحب عليه راهو حتى عقليته تتبدل راهو يولي معناتها مواظب يولي محلاه يولي شالق بدنه يولي حاسس بدنه دون ليسباس حاسس بالفالور اللي راجوتي اللي يزيدها للجروب نتاعو
دونك ننصحكم يعطيك انرجي بيا برشا للمخ راه المخ يتحل يولي محلاه يقبل برشا حاجات مزيانه نفسيتك ترتاح تقبل زادك كيف كيف برشا حاجات محلاها تولي عندك انرجي بوزيتيف تعيش فيها نهارك صحيح سي تري امبورطون الحقيقه سي تري امبورطون اللي هو مالوغوزمون اليوم اللي صاير الكل يلزمنا نلوجوا الحاجات هذوما البوزيتيف فايبس ونعملوهم باش احنا بطبيعتنا ننقلوهم للعباد وننقلوهم لاقاربنا والاقرب الناس لينا باش نبعدوا شويه من ستريس نتاع اللي صاير تو. المره الجايه مش باش نعملوا بوب اما لا خاطر برشا دي مامون يوقفوني ساعات يسالوني على لي زيسباس كولتوريل اي سبورتيف اللي نجموا يهزوا فيهم صغيراتهم باش يتعلموا دي دانس هكا جدد والا زاد فما دي سبور حاجات جديده قاعدين يصيروا كيما الباركور كيما ال السيرك كيما الحاجات هذوك دونك المره الجايه نحاولوا نلوجوا لكم دي زيسباس هكايا ونقولوا لكم نعطيوكم العناوين نتاعهم نحن باش نخلي لكم في شويه هكا موزيكا حتى نجي الاخبار وانا نرجع لكم بعد ما تجيكم ليلي تعطيكم بيان سور برجكم وطلعكم بيان سور في الباهي الخير نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام مستمعينا راديو اي اف ام اهلا وسهلا مرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا ان شاء الله نهار مبروك ان شاء الله نهار مزيان ان شاء الله نهار ايجابي ان شاء الله في برشا حاجات حلوه انا كيف ما العاده نجيكم الوقيته هذه باش نعطيكم برشا تفائل برشا امل اي سورتو برشا حب نبداو كيف ما العاده بالحمله الوديه اللي هو بالحق وديه اليوم الحمل الامور بدات تتحسن الرؤيه بدات توضح خير برشا سيطره مزيانه برشا على الاوضاع اللي فيها نوعا ما من التوتر دونك هي برشا حمل كامل الكيكة وإن شاء الله اليوم نهارك أسعد الأيام وين ما كنت وين ما تكون وين ما قصد ربي بإذن الله الحظ معاك يا حمل مراوة إلا راجل كيف كيف خاصة أنثى الحمل عندك بشرة مزينة على الأخر على الأخر في الجانب المادي دونك كنت تستنى فلوس ولا قصد ربي ولا أي حاجة فهزي ما تتراجعش وخذ له أمور هكا بالتفائل وبالأمل بإذن الله نهار مزيان نهار حلو نهار خرق العادة الثور اللي هما عمل الابراج الممتازه خاصه عمليا اي سورتو اي سورتو اللي عطاو مجهود كبير برشا 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 وقعدوا يستنوا وتولتوا المده وكان حكيت هذيك الكل قلنا عندك مده دخلت على الفتره الايجابيه اللي فيها ايجابيات خارقه العاده كوسوسوا يا اما نتائج على الفتره اللي اتعدات والا تحذير وخطوات مزيانه للفتره اللي جايه معناها خليك في حاله حركه مزيانه وممتازه يا ثور ما نحكيوش على الجانب الرومانسي ظهر لي الايامات هذه الثور مسايب الخدمه مسايب الفلوس الدنيا كلها عايشة الرومانسية الحلوة المزينة اللي تعطي شحنة إرادة خارقة العادة أنثى الثور ديكلاراسيون دامور وإلا كادو من البارتنير وإلا سيربريز حلوة اليوم الأبراج الترابية يظهر لي رومانسيين على الآخر على الآخر هنيئا لكم أنا ديما نشجع نقول بروفيت عيش اللحظة عيش المومون أغريابل خذ شحنة مزينة وواصل ما ننساوش الجانب العملي تألق ملحوظ حاليا وإلا الأيامات اللي جاية إن شاء الله الجوزية رجعوا خذوا التوازن نتاعهم الحمد لله رب العالمين بون جمعة مع غير ما نعاودوا نحكيو عليها اللي تعدات سومبر شوية مي توا سافا بوكو ميو خاصة حضر روحك للأخبار الغير منتظرة حدث ممتاز بالنسبة للجوزية اللي باش يبدل نسبة معينة من المعطيات نجم نقولوا شونجمون فيها 60% خارقة للعادة والبقية مجهودك أنت يا جوزي انت كيفاش تاخذ الامور تبعد شويه على التوتر تبعد شويه على الاندفاع ما تعطيش فرصه ما تسمعش نعرفوا اللي عندهم هكا غشه حاد على الاخر يصبروا يصبروا عاودين دفع ماذا بينا ليه نحافظوا على الهدوء ونواصلوا بطريقه دبلوماسيه مزيانه اللي توصلنا اللي نحبوا عليه انثى الجوزي الى عندك حوار الى عندك اي حاجه تحب تحاور فيها باش تحس روحك انت قاعده تنقل من مرحله لمرحله فازي فونس الحظ معاك وين ما انت السرطان هم من الابراج المائيه من الابراج الممتازه ليمتى ذي عندهم ثقه في انفاسهم خارقه العاده ماخذين الامور بجديه اكثر الرؤيه واضحه ولو انه الطقس ذبيب وذبيب ذي معناها الرومانسيه معناها الفلاحه معناها الحل النتائج المزيانه دونك يظهر لي برج السرطان متاثر بالطقس اللي عطيه شحنه ايجابيه ممتازه نحسوا اللي ينجم معناها يجري الاوضاع والا يعدي الحاجات اللي ما كانش ينجم عليهم في المده اللي تعدات دونك حافظ على التوازن والهدوء يا سرطان واستقبل الاخبار الساره والحاجات الحلوه المزيانه خاصه سختو سختو الماديه والعمليه نجم نقول الفتره دي فتره خدمه والفلوس بالنسبه لبرج السرطان يعني حتى اللي يستنى في خدمه مثلا
عمل اونتروتيان ولا اللي هو يستنى ان شاء الله عندك اخبار مزيانه اللي داخل على بروجي ان شاء الله بالتفاؤل والامل توصل تحقق برشا حاجات حلوه واللي عنده اقلق في الجانب المادي ان شاء الله تتخلص من الاوضاع هذه فما تحسن ملحوظ ماديا بالنسبه للسرطان ما نحكيوش عاطفيا حب كبير خاصه كان تبعده على الخوف والشك وتلويث الخيال الواسع والحاجات اللي تفسد علينا الحاجات المزيانه الصيد البارح قلنا لهم اجيتي شويه اليوم سافا بوكو ميو نجم نقول نهار اسبيس يعني نهار مزيان نهار مميز بالنسبة للأبراج النارية اللي هو الحمل والأسد والقوس من أحلى الأبراج اليوم خاصة برج الصيد أي حاجة عندك أعملها إياك والتردد ما تأجلش أعمل اليوم إلى الغد خذ الأمور الجدية أكثر حافظ عليك الكاريزما الحلوة ذيك وكل جانب الدبلوماسي اللي فيك وواصلوا بإذن الله عندك أخبار مزيانة جزء كبير من أنثى الأسد عندكم ديسيناتور كوسوس وأمبيا والك المهم فما حاجه ايجابيه وممتازه واوفيسيال كنقول السيناتور معناها حاجه اوفيسيال ما هيش مجرد كلام والا وعد جزء من اللبا نقول تبعد شويه على الاحباط وعلى التسرع مش تدخل وضعها وتقعد وتقول كيفاش صار لي هكا وبعد تكتشف لي انت غلط وما تقاش كيفاش تصلح وكل وحده هذيك اللي ما نعرفوش نخرج منها بك علينا ماذا بينا ليه خذ الامور بالراحه خلي كل شيء الغدوه اللي بعد غدوه الجمعه الجايه سي با غاف ديما نقولوا اللي جاي احلى واحلى ان شاء الله برج العذراء اللي هما من الابراج الترابيه من الابراج المحظوظه خاصه ماخذين شحنه كبيره برشا من برج الثور اللي هو معناه فترات مزيانه خارقه للعاده اي تعب اي مجهود فيه نتائج ممتازه وفي حركه خارقه للعاده خاصه كان يحافظوا على جانب التفاؤل والتوازن من غير احباط من غير توتر من غير تشاؤم ناخذوا الامور بالراحه اكثر وبالجديه اكثر باش نجموا نوصلوا نحبوا عليه وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي احلى واحلى انتم من احلى الابراج في الفتره هذه برج الابراج الترابيه اي سورتو برج العذراء ميت اللي جاي باش يخلط عليه كوكب المشتري اللي هو كوكب الحظ دونك استنى الكادو استنى السوربريز استنى ايفينمون يسرح له استنى حاجه فيها تبديل كلي معناها تحس لي انت خرجت من مرحله ان شاء الله للايجابيات مش للسلبيات الميزان اللي هما من الأبراج المتوازنة اللي يعجبهم الطقس ذي اللي يعطيهم شحنة بالزين ويعطيهم هكا طاقة خارقة للعادة اللي تخليهم يكملوا بالطريقة اللي هما يحبوا وأكثر شوية دونك عندي أكثر من جمع 10 أيام وأنا أقولك أنت فاع يا ميزان أعمل في راسك وكل من غير تردد من غير تراجع خذ الأمور كما أنت تراها كما أنت تحبها حاجة واحدة إياك وكل تكبير الحكاية على روحك وتوسعها وتكبرها وتأذيك ماذا بينا ليه ما خذ الأمور كما هي وحذر روحك للأخبار المزيانة أخبار صارت تنقيل من مرحلة المرحلة عرض مزيان ولادة حدث ممتاز في حياة الميزان اللي فيه تبديل كلي 180 درجة العقرب اللي هم الأبراج المتعلقة بالله عقرب كان كنت معناها جزء من العقرب اللي عروض مع بعضها وكل سواء في الجانب العملي وإلا المادي وإلا اللي هو أحسن الاختيار خذ راحتك خذ وقتك أكل ليمات نقولك أزرب وما ضيعش الوقت وما تترددش تنقولك ليه واحدة خذ راحتك باش تحسن الاختيار وفي نفس الوقت إياك وتضيع الوقت ما تأجلش خذ الأمور بجدية أكثر باش تحس روحك اللي أنت بالحق تنقلت من مرحلة لمرحلة ومرحلة مزيانة وفيها برشا إيجابيات خارقة للعادة عاطفيا ماديا عمليا يعني عروض ممتازة ديزانفيتاسيون برشا حاجات حلوين بروفيت لو ماكسيموم مادام الحظ معاك عقرب نقصد مراوة إلى رجل جزء من رجل العقرب إلى عندك وضعية عايشة وماكش عارف تاخذ عندي مدة أكثر من 15 يوم وأنا نقول لك إلى عندك وضعية معناها ماكش عارف تاخذ فيها القرار ماذا بيك تقرر باش ما تضيعش الوقت سورتو إذا كان عندك هكا إرادة باش تنجم تحسم وضعية فازي فونس ما تترددش نربحوا الوقت اليوم نهار مزيان نهار سبيسيال بالنسبة البرج العقرب سقطوا لي قصدين ربي اللي عندهم وعد اللي عندهم حاجة هامة تخص الأمور الحياتية إيجابيات أي سقطوا مقابلة غير عادية ممتازة اللي بيش يحطوا فيها النقاط فوق الحروف ويأخذوا فيها القرارات اللازمة بيش نجموا يقدموا بطريقة اللي هما يحبوا يقدموا برافو عقرب واصل القوس اللي قلنا نهارهم اليوم الأبراج النارية الممتازة المحظوظة بوكو سيناتور دي مارشي توسع علاقات حاجة ممتازة على الاخر فما جزء من القوس اللي عايشين قلق وإلى إحباط نفسي ديما نقولك أعمل أحساب للروتين
روتين تاع كل يوم حسب سارتان بورسنتاج لتاثير الطبيعه. دونك تلقى روحك انت مميزه. كان فما 40% قلق فما 60% نجاحات ومعناها وخطوات مزيانه. ديما نخزروا للجانب المذيء، يا قوس وخليك قوس، خليك عقلاني، خليك سبيس وختار، تعرف اش تعمل، تعرف اش تحب، تعرف سكر بري دونسي، امورك خارقه العاده حتى لو كان فما نوع من الضغوطات والاحباط ولا التاجيل ولا خطوه بطيئه، عادي جدا، اللي جاي احلى واحلى ان شاء الله. واخيرا جزء كبير من انثى القوس خذوا القرارات اللازمه، كسوا في علاقه حسن الاختيار، كسوا في بروجي والى مارشي والى حاجه هكا مزيانه اللي فيها تطور ملحوظ في الجانب العملي. دونك هنيئا للقوس. واخيرا الجدي، الجدي اللي هما من ابراج الترابي، قلت له نهاركم خاصه اللي عنده البارتنير نتاعو برج مائي، دونك اليوم نهار سبيسيال، نهار خارق للعاده، نهار ممتاز ومميز بالنسبه للجدي باش يخرج من ازمه نتاع الايامات اللي اتعدات خاصه نفسانيا. كان جزء من الجدي عنده مقلق معين، الحمد لله بنجم نقولوا بدايه الرؤيه توضح، بداوا يتخلصوا من الاوضاع اللي فيها نوعا ما من الصعوبات. دونك واصل، عندي اكثر من شهر ونقول لك واصل وقدم وقامر وغامر واعمل اللي تحب عليه. بيان سور باش تصير شويه قلق ولا شويه روتار ولا شويه هكا تتركم الاوضاع، مي المهم اللي انت باش تخرج منها بنتائج مزيانه. ان ما توصلش تتعدى مع الباساج هذا وتتعيش الصعوبات اللي انت عايشتها ولا عايشها، وعمرك لا تنجم توصل للنجاحات اللي انت تسعى لها من مده. دونك تحرك بطريقتك من غير تردد، ساعه ساعه كي تاخذ نصيحه ما يسالش، سورتوك من حد سانسير ولا حد هكا تعرف عندك فيه ثقه، ما يسالش، اسمع الكلام وواصل باش نجم توصل تحب عليه. انثى الجدي حب كبير، ديكلاراسيون دامور والا سوربريز عاطفيا مزيانه وممتازه من نواحي الكل الكل. الدلو، هنيئا للدلو، هنيئا للدلو، نحيي برشا 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 الدلو. ان شاء الله نهار اليوم نهار سبيسيال، نهار مزيان، نهار بالحق خرق للعاده، خاصه خاصه الدلو اللي استناو حاجات معينه، خدمه والا فلوس والا ورقه والا قرار والا اي حاجه وصار فيها تعطيل ووصلوا لمرحله الياس اللي المده طويله على الاخر وما شافوش غزلت وبدا يخلقوا. ان شاء الله اليوم نهار فيه كادو دو ديو بالنسبه لبرج الدلو مهما كانت الوضعيه، يقرا، يخدم بروجي، يخدم حر، يخدم اداري، مهما كانت الوضعيه اليوم نهار خارق للعاده للدلو من نواحي الكل الكل. بروفيت كل دقيقه، كل درج، كل ساعه، كل ثانيه، كل سبيعه، في اي وقت واخي ما تعدي، ما تخليوش يتعدى نهار اليوم هكا مرور الكرام. سورتو الى عندك حاجه تخدم فيها مده ومتردده فيها، ما تبيك اليوم تحسم وضعيتك ما دام عندك مسنده حلوه برشا، اولا من كواكب وثانيا من لونتوراج، من لونتوراج نتاعك. وناحي الكواكب وناحي لونتوراج، بينك وبين نفسك تحس اللي انت عندك اراده وعندك عزيمه وعندك برشا حاجات حلوه اللي تخليك تاخذ قرار وتخليك تقدم. ما نحكيوش على المفاجاه في الجانب المادي، هنيئا الكل ما هو دلو. كيف العاده نكملوا بالحوت اللي هو من الابراج المائيه، من الابراج المزيانه، ما شاء الله عليهم، معناها ماشيه معاهم الطبيعه الايامات هذه بطريقه غير عاديه، ماخذين توازن ممتاز، عارفين يجريوا الاوضاع، مش يزقزقوا، ما قلتش يزقزقوا، ما نقولش انا يزقزقوا، عارفين يجريوا الاوضاع باش نجموا يوصلوا للي يحبوا يوصلوا له، خاصه عمليا ماديا زاد الامور باش تتوضح خاصه الايامات اللي جايه. يعني باختصار جديد، اي مجهود صار قبل ولا اي وضع تعديت به ولا اي غلطات قاعد تصلح بهم في الوضعيه الحاليه هي اللي باش توصلك للنتائج الممتازه اللي ما عرفتش تاخذها بالتسرع، وما عرفتش تاخذها ككلمتك فوق الكل، وما عرفتش تاخذها بالجنب هذاك. دونك ديما السياسه والدبلوماسيه وسع البال وهكا الجري والاوضاع هي اللي توصلنا اللي احنا نحبوا نوصلوا له، التسرع والاندفاع والغش والغضب والسيطره والحكايات هذيك الكل. حتى كان نجيب النتيجه حاليا ما تدومش، ما يمتش وتاخذ وقتها تمشي على روحها. دونك من المستحسن الحاجه ديما تطيب على نار هاديه تجي ابان، دونك حاجه واحده واحده حتى نوصلوا نحبوا عليه. انثى الحوت، ابعد على القلق وعلى الاحباط ومن غير تراجع، وما تستكثرش على نفسك لمومون اغريابل، وخذ الامور بجديه وما تضيعش الفرص المزيانه. انتبه انتبه، حتى باش تقرر ولا باش تتكلم ولا باش تتحاور اللي هو، ماذا بيك تكون منتبهه للماكسيموم، محليك دائما الحديث، ما تجيش تو تقوم نبربزوا الامور وبعد نقعد نقولوا كيفاش هذا صار وهذا جرى. ديما في الاول وفي الاخر نقولوا نتفائلوا خير، نلقاو كان الخير، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام.
29 دقيقة رجعنا لكم في المدام وجهة. أهلا وسهلا مرحبا بالناس اللي تابعوا فينا من 9:30، مرحبا بالناس اللي تحقت بينا توا نقول لهم ما تنحيش الكيت من وذنيك يا اللي قاعد في البيرو يا تاكسيستي، زيد شوية في الراديو قال آخر على خاطر توا باش نمشيو نشوفوا اكساسوها باش تعطينا شوية أخبار على الخضرة والغلة والحم والحوت كان القات بيان سور. دونك باش نشوفوا أساسوها في بوا مارشي. يا سيدي صباح النور. صباح النور. أهلا بفاتي. صباح نحويكم. سيي فكيت البلاصة فاتي، ما عادش كساسوها مسكينة. أكيد سيء البلاصة. سيء حتى هي البارح حست علينا خشامها خاطر كان اتطورت وأنا راني توا انتقلت إلى مرحلة أخرى وتستنى في مخير دونك أكاهو كي ستات اللي يقوم بلاصته تتخطف هذاك هاو. أي قدرة ربي هي بالتاجة إن شاء الله. تاكيكا تو نشوف أحكي لنا ترى قول لنا فاتي أنت فين مرشي تو؟ أنا في مرشي سيدي البحري. أنت في مرشي سيدي البحري، يا سلام سلم. أيوة أنا نسمع في الأصوات ونشوف شنو الأجواء غديك، لابسين لبافيت العبيد ولا شنو هذا إيش معناه؟ لا فاتي نقص شوية فوكابيلير. مش الكل مش الكل باه مش الكل مش الكل شوية شوية باه يا جماعة سيد البحر يعيشكم أرجوكم البسوا البافيت ماخذ خاطر. لا ما تمشيش ماخذ الخاطر باش ما نقعدوش وحلين. يلا يا سيدي اعطينا شوية أسوأ ماي. باهي نبداو البطاطا 1180، اي البصل 2500 رابطة، الفلفل المسكي 2360، ايوا الطماطم بدينار، القارص بدينار، اي الخس والليتو ب 600 رابطة، اي نعم القرع الاحمر ب 500، ايوه المعدنوس ب 250 رابطة، اها الخيار 2600 ايش بيه؟ القرع الاخضر ب 2800، اها الكرنب بدينار، البسبيس 14% ربع فوتو، الفول ب 1180، الفلفل الحلو 2480، الفلفل الحار 2980، أيوة السبناخ ب 500، وجه البنة 3200. باهي هذه أسوأ من الخضرة. نمشيو توا للغلة هاكم معايا. به التفاح الجولدن 3780، البرقدين 1980، ما نشوفو البرقدين تومسون 1980، المالتي العصير 750، التقاسلي 1280، الكعبة الكيوي هنا ب 600، هي الشيمي ب 1840، التفاح الاحمر ب 4180، شنو اخر الفريز قداش؟ الفريز غالي الفريز تولي 6500، 6500 4000، والبنان ب 4180. الأجواء حافلة هوني في سيدي البحر تبارك الله، ديما نعبي ما شاء الله. أنا نشوفه تبارك الله ما شاء الله. باهي هو متوسط مرشي سيدي البحر، ماهوش غالي برشا وماهوش باب الفلة الحقيقة نتاع ربي، معناها باب الفلة ديما الأسوان فيها رخيصة. مازال عندنا باش نزيدوا نشوفوا. كملنا اليوم عملنا خضرة وغلة. شفت كان جيت الساسوها راهي دبرت لنا حويتات، قالت لنا على اسوام وموراي شفت لنا. والله الحويتات ما ريتش، اما بقيت ما تعرفش المرشي مليح فتي. جزار بيه مش حافظته برشا المرشي، مش حافظت هذاك علاش تمشي قبل بساعتين. صباح خير راديو اي اف ام قال لك ما يحبش فوالا خليني قال لك صباح خير
لازموا ناخذوا الاسويم. لا وهنا ما نحبوش. علاش يا ولادي علاه الاسويم يا اخي سارقينهم الاسويم جوز الاسويم باش يجيو العباد يقضيو ويعرفوا شو عندهم اسويم الحم وش عندهم اسويم دجاج عليه ليه ليه هكا بصوت عالي كل شيء باش ما يحبوش يتصوروا باش ما يحبوش يتصوروا على كل حال شكرا لك فتي بارك الله فيك. دونك هذه كانت اسوام الخضره والغله في مرشي سيدي البحري. نحن من الخضره والغله والماكله ماناش خارجين. دار سوف اليوم جبت لنا قفخ نوتيلا بنان يا سلام سلم. دونك باش نشوفوا الريسيت معاها في كوجينتنا. هاي سيدي هاوكا على المباشر موجود شاي قفر اقسم بالله تهبل شبابه تقول من بروكسل جتنا تجري. صباح النور درسوف. صباح الورد. كيف الحال؟ الحمد لله. سافا امور باهية؟ الحمد لله. اليوم حالي باش تولي؟ حالي باش تولي. هاي اللي عطينا المقادير نتاع القفر نوتيلا بنان. باهي المقادير نتاع القفر 160 غرام فرينة مغربلة، 4 عظم، 200 مليلتر حليب دافي، واحدة ساشي خميرة نتاع مرتبات، ساشي خميرة نتاع سكر فانيليا، 4 مغارف قهوة زيت نباتي ولا زبدة ذايبة، رشة ملح للزينة، كعبتين بنان وشوكولاتة للطلي. أول حاجة أول حاجة نغربلو الفارينة ونحطوا عليها الملح والفانيليا والخميرة. بعد ناخذوا العظم نحيوا البيض وحده والاصفر وحده. باهي. الاصفر نحطوه فوق الفارينه ونحطوا معاه الزيت ونصبوا معاه الحليب الدافي ونخلطوه بالفوي بالكدا بالكدا حتى لين ما يبداش فيه كعابر جمله. تبدا ليس العجينه. باهي. هذيك نخليوها ترتاح 30 ساعه. 30 ساعه. باهي 30 ساعه. باهي. نهار ونص. نهار ونص. 30 دقيقه. نخليوها ترتاح. تصور انت الفارينه وعظم يقعدوا 30 ساعه. شوفوا تاع بيم قنبله ذريه شوفوا وصفه تاع 30 ساعه. نخليوهم 30 دقيقه يرتاحوا. بعد لا يرتاحوا نطلعوا الابيض نركضوه معناها وحده وحده لين معناها يبدا بالقدام مركوز مليح مليح. باه نزيدوه فوق الخليط الاولاني هذاك ونحرك ونخلطوه مليح حتى يدخل في بعضه بالقدام. باه ناخذوا الماكينه نتاع القفر نسخنوها. باه بالكدا بالكدا ندهنوها بشويه بالفوشه وبشويه زيت ونبداو نصبوا قيمه معناها نغطيوا كل الكارو هذاك نتاع القفر ونسكروا الماكينه ونخليوه حتى يطيب. بالطبيعه هي الماكينه معناها تعطي السيني اللي هو طاب القفر. اه داكور. واللي ما عندوش ماكينه بالليل. اللي ما عندوش ماكينه فما لي كوفر سيليكون فما لي كوفر معناها تنجم تحطه في الفور معناها فهمت. داكور. فما الحلول موجوده. الحلول موجوده صحيح. نخرجوهم نحطوهم وناخذوا الشوكولا هذيك التارتيني ونحطوها فوق القفر ونزينوا بالبنان اللي يحب الشوكولا اللي يحب الكراميل اللي يحب يعمل عليها المعجون ولا العسل ولا السكر معناها جوست سكر غلاس والا نعملوها سالي خاطر فما قفخ سالي. اي بيان سور فما سالي. اي فما سالي. على البات هذيك تحط اللي تحب. اي على البات هذيك خاطر البات معناها عاديه ماهيش لا حلو ولا حتى شيء معناها فهمت. باهي. وكولوا صحه بالشفاء. حاجه خارقه العاده. كان نعاودوا فيس على ليزانغيديون تاع البات. المقادير 160 غرام فرينه مغربله، 4 عظم، 200 مليلتر حليب دافي، واحده خميره مرتبات، واحده سكر فانيليا، 4 مغارف قهوه زيت نباتي ولا زبده ذايبه، رشه ملح، كعبتين بنان، وشوكولاته للطلي، الزينه حسب الذوق معناها كل واحد شنو اللي يحب ياكل فيها وكيفاش. شكرا شكرا شكرا. بالله نحب نشكر درساف. حق اي ما عمل لنا دليل امبارح قد هذيك اللي ليش قولكم فيك والله العظيم يعطيك الف صحه. والله والله ما شاء الله عليك صحتك شالي ظهر. واسمعني بالحق ياسر ياسر بنينه العباده اللي ما تبعتناش البارح تعاود ترجع للفيديو نتاع البارح. برشا عملوها البارح. ثم واحده قالت لي انت كملت الراديو منا وانا هبطت قضيت من هنا وورتهم لي صورتهم لي وقدتها حاجات سهله في الليل نصيف ساعه نص ساعه نص ساعه من زمان وكله صحه وشفاء. هذا تعمل هنا غدوه كان عشنا ولا مش كل يوم عاد قل عاد عملتها البارح. عملتها البارح اما الجمعه جايه ولا في اخر الجمعه نهار الجمعه. باهي باهي نجيبها لكم انا هكا هكا.
شكرا مال والله يعطيك الصحة دالي يولي دالي تبارك الله. سبور من سبور نمشيو معاه كوجينا من كوجينا نمشيو معاه أخبار النجوم أخبار النجوم نمشيو معاه ميديا ماك حاسينو تبارك الله وان ما نشو وحده خذ تربي في المدام وجيه يعطيك الصحة درساف. شكرا ليك. إذا كنت تحبوا تشوفوا الفيديو بالطبيعة كاملة تلقاوها على باج اي اف ام فيسبوك اي اف ام وأسئلتكم ولا لي غوسيت اللي عجبوكم زاد كيف كيف. وإذا كنت تحبوا تسألوا درسوف أي حاجة خاصة بالغوسيت اللي سبقوا وإلا تقترحوا أنتم دي غوسيت أخرين ولا أكلات أخرين نجاوبكم كيفاش يتعاملوا تدخلوا على باج كوجينتنا باي درساف في البحري. نحن ما زلنا باش نتواصل معاكم حتى نص النهار بعد شوية حكاية العقلة على حسابات مؤسسة التلفزة التونسية برنامج خيرك سابق لزينب المالكي على كارتاج بلوس أكثر أخبار باش تلقاوها شوية آخر في ميديا ماج. توا نمشي نسمع شوية موزيكا يلا بيبو جاكور إيا فيم أحلى غاديو. صحة عليكم حلي والأولاد هوني بالشوكولاتة صحة وفرحة صحة عليكم الناس كل. المخرج قال لي أنا راني ما زلت أنت بايك محطوط على جنب ما تخافش تخدم خدمتك بالقديم بعد نجي أحنا نكفئوك بحاجة بنينة تاكل. هاي يا سيدي دونك توا وقيت نحكي وميديا وقيت نشوفوا الأخبار متاع تلافز مع أسامة السعفي. ميديا ماك صباح النور على حرش. صباح النور. كيف الحال في بالكم نعت خطرك ابتسامة نعرفك ما تراتيهش طبعا أبدا يستحيل أبدا لا 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 لا, لا. خليك شد خليك بينا حكينا على قرصنة موقع التلفزة التونسية من طرف قرصنة مغاربة اي وتبعتكم البارح مع زينب جبتوا كل وليد محليه محليه تبارك الله واضح فاهم تقول يقرا في تحسي يقول يقرا في حاجه سهله اقسم بالله تك 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 عملتك الثغرات هوما يلزم نعملوا هكا وليد ياسر يهبل محليه والله عنا دي جيني بالحق اليوم اللي كي يعمل حاجة مش لازم يقرأ ولا يوصل ولا عنده شهادة في عن سرطان نيفو أكاديميك ينجم حتى باللاتو اللي عنده بالليمويان اللي عنده بذكي برشا ذكي والمواقع ذوما انستغرام وفيسبوك أي وكل أي. كيف ولو العباد اللي تنبههم الأخطار الأمنية مش احنا في تونس فما واحد نبه وزارة الصحة على ثغرة أمنية وقال لهم رد بالكم راني مرة جاي بيراتيكم وعملوا في قضية معناها فهمت شوف التعامل راهو الشركات الكبيرة اليوم كي تنبهها من اللي على الفايل اللي عندها راهو يكافئوك ويعطيوك معناها ريكومبونس. المهم أنا اللي حبيت نقوله أنه بعد قرصنة موقع التلفزة التونسية لهاكرز التوانسة قرصنوا موقع قناة الثامنة المغربية لا انا اليوم لقيت كشبت على المغرب بالي انت على اسمي فيك لحرش ريت على اسمي فيك لا 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 هما المغاربه هما المغاربه هما بيراتيو الماروكن وولف صاروكم اللي هبطنا سمعونا قالك لحرش قال تونس يا اخوي مش من بعد والشبهات نمشيو للمغرب فهمتني بالعكس مغاربه بيراتيو الموقع نتاع التلفزه التونسيه يا اخي التوانسه مشاو بيراتيو الموقع نتاع قناه الثامنه المغربيه باه احنا نجمو نفرحو طوى ولا شنو نعملو حسب ريك انت شنو العملية اش سميوها سمعونا البارحة برامو عملية شوف لي حال ليه والله سميوها عملية شوف لي حال قال لك تفاجئ الشعب التونسي فجر اليوم تعمد مجموعة من قراصنة مغاربة بون في المغرب اللي في رد على العملية سميوها الجبانة هذه تمكن قراصنة تونسة من الثأر واستهداف 6 مواقع تلفزية مغربية تحت اسم عملية شوف لي حل تمكنوا من قرصنة موقع الثامنة الأمازيغي من خلال استغلال بون ويخليه راهو عبارة شوف لي حل يخليه شوف الترأس نتاعه حاسيلو محليها الحرب الإلكترونية أما إن شاء الله ما فهمت والله من غير تخريب صحيح أنا والله العظيم نضحك مانيش فاهمة هذه حكاية باهية ولا مش باهية معناها عملوا فينا جماعة من غاديكا أنا باش نرجعوا لكم الفازة صحيح هذه اسمها متسلفة مردودة صحيح لحرج ما عندكش تفاهة الحكاية خويا ما عندكش تفاهة الحكاية شعنا
ما عندكش دفاع ليه خايف على روحي انا على انستغرام على فيسبوك عندي 3000 ابوني على انستغرام اسمي اسامه سعفي ابونيوني خلينا نستغل الفرصه اسمك تعمل بوز اسامه سعفي على الفيسبوك على الانستغرام يسالش كنت تعملوا لي ديزابونمون مرحبا بك مرحبا بك تلقاو عنده يعني الاخبار الكل مادام نحكينا على انستغرام نحكيو على انستا نوف البرنامج اللي باش تعرض بيانتو على قناة التاسعة من تقديم ريان بن عليا الانستانوف اللي سمعنا عليها اخبار المدة اللي فاتت الغاء برمجته في البروغراماسيون في اللي مازال من البرمجة في قناة التاسعة ديزون خاطر قبل على خلفية الحكاية اللي عملها عليه وقتها لا 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 ما عندها حتى علاقة هو البرنامج يخدم فيه بواد دو بروت اخرى في تعاون كوبيراسيون مع قناه التاسعه أيوة. دونك صارت نقولوا احنا لخطة بطبيعه نفهموها بعد شنو هو اللي اجل العمل هذا وشنو اللي خلاه اليوم يرجع انستا نوف قلنا اللي تقدمه ريان بن عليا اللي هو يبدا لحد هذا ان شاء الله 8 متاع الليل وبطبيعه احنا نجمو نفهموا تفاصيل العمل واللي ديتاي اللي كنا نحكيو فيهم علاش تلغى علاش رجع من عندها هي بيان سور ريان بن عليا اللي نقولوا لها صباح النور معنا في التليفون صباح النور صباح الفل صباح الخير صباح الخير شنو حوالك انا برشا اللي ديما نسمع صوتك كل صباح هكا في يافا يعيشك يعيشك وانا زيدا نفرح برشا كيف اي فضلك ميرسي بوكو وانا نفرح زيدا كيف نشوفك قاعده تتقدم وان شاء الله بالنجاح والتالق ان شاء الله يا ريهام يخليك يعيشك يعيشك دونك ريهام نسالوا اول حاجه بيان سور على اللي سمعناه المده الاخرى علاش وقف التصوير وعلاش رجع اليوم وبرمجته البرنامج هذا بيانتون هلا باه اجا نفسر لك اسامه تصحيحا للمعلومه الصغيره اللي قلتها انه برنامج انستا نوف لم يلغى من قناه التاسعه انا فقط انسحب لكن كان مشي معناه تواصل عمليه البث اللي هي ما زلت ما بديتش بيان سور اللي هما مصورين ديجا احنا 9 حلقات فهمت انسحابي انا شخصي كان الاسباب مهنيه هو تعاقدي مع الشركه الام اللي انا موجوده فيها اللي انا ديما نقولها الشركه الام اللي هي كاكتوس برودكسيون ما وصلناش الاتفاق باش اني انا نوفق بين الخدمه اللي في كاكتوس والخدمه مع قناه التاسعه وانت تعرف انه انستا نوف لازم دي بلاسمونات لازمك تتحرك في نفس الوقت لازم يكون موجوده ديسبونيبل في برودكسيون ديما نقول لك فهمت دونك ما وصلناش الاتفاق وبعد تدخلات وجلسات هكا وديه وبمعزه وكل شيء وعليك الحاضر وموجود دونك وافقوا لي مؤخرا في الايامات هذيا اللي فاتت. وانا سمعت حاجه اخرى ريهام سمعت اللي البرنامج مش باش يقف في رمضان مش باش يقف في الصيف صحيح ولا لا؟ بيان سور البرنامج مش باش يقف في رمضان مش باش يقف في الصيف باش يتواصل على مدار سنه كامله. هذه حاجه متعبه برشا. متعبه خاطر ما راهوش ديما. احنا الاغلبيه البرمجه نعرفوها تقف في رمضان واحنا رمضان يجينا مع الصيف معناها بعد رمضان ديريكت يجينا الصيف دونك ترجع البرمجه كان سبتمبر انت باش تواصل تخدم ماي وجوان وجوي وتنجح باش تواصل البرنامج على مدار سنه كامله بقدره ربي ان ربي عطانا الجهد والقوه ان شاء الله. يلا شنو هو الانستا نوف البرنامج شنو بالضبط ريهام؟ دونك انستا نوف سي دو لا بوبلي روبورتاج يعني بوبليسيتي دي برودوي ومنتوجات احنا حاولنا نركزوا معناها في الحلقات نتاع البرنامج على المنتوجات التونسيه فهمت على المشاريع التونسيه على الناس الناجحه التونسي الناجح في تونس وينجم يكون ناجح حتى لبرا من تونس فهمت دونك المنتوجات هذيا باش تخدم بطريقه اعلاميه صحفيه سي دو لا بوبلي روبورتاج. معناها الشوا نتاع المنتوجات خلينا نفسروا اكثر ابري شنو باش يكونوا لي برودوي هذوما؟ اللي تتصوروا الكل اي منتوج تونسي مهما كان يكون بيان سور معناها عنده قيمه وعنده فالور نتاعو باش نوصلوا حتى معناها نصوروا نعملوا سكسس ستوري ديجا صورناها وعملناها قصص النجاح معناها الكفاءات التونسيه فهمت للشباب التونسيين اللي كيما نقولوا احنا اللي من لا شيء يصنع كل شيء فهمت؟ واضح فوالا واضح دونك هذا هو انسان موافقه ان شاء الله غاتسه في المونتاج اللي هذوما شنو مونتاج سمحوا لي باش نجم نوصل الحلقه النهار الاحد ان شاء الله 8 نتاع الليل باش تدوس على قناه التاسعه بقدره ربي ان شاء الله موافقه جدا ان شاء الله ريهام ميرسي بوكو على التوضيحات ميرسي بوكو عايش الله يخليك بونجور ميرسي ان شاء الله نهارك اسعد الايام يعطيها الصحة باهي نسمعوا حاجة ميد ان تونيزيا معناها الفكرة والمحتوى حاجات ميد ان تونيزيا حاجات منتوجات تونسية دي بوبلي روبورتاج كما كنت تحكي ريهام حاجة ممتازة ياسر قبل ما نتعداو للخبر اللي من بعد نعملوا بوب صغيرة نعملوا بوب ونرجعوا يلا
احلى غاديو رجعنا لكم ونرجعوا الاخبار مع اسامه. كما كنتوا تسمعوا والله ريان بن عليا تعمل في برنامج يحكي على لي برودوي التوانسه. نعاود نقولها ان شاء الله موفقه يا ربي. باهي اسامه ما نمشي نمشيو توا. يلا نقعدوا مع البرودوي التونسي اللي ما يعجبش واللي ما معناها يلقى نقد كي يتعدى في تونس. نحكيو على حاجه قاعده تتعدى فما دو فوا حاجه يكونسوميو فيها لي جون على اليوتيوب. أي. الياس الغربي. اي. الاعلامي بيان سور الصحفي الياس الغربي. أي. كان انقد ظاهره اعلاميه شفناها مؤخرا معنا في الورتاني. أي. استضافه عزيزوس هذايا اللي يتبعوا فيه لي جون على اليوتيوب وعلى الانستغرام. معناها باش نحاول نلخص شنو اللي قالوا الياس في تدوينه بالفرنسيه. يقول السيد هذايا ينفيتي معناها عباد على يحكي مع عباد على على اليوتيوب مش على اليوتيوب هو شوف نفسركم على ازار معناها كم كيما تشات رولات النوع هذاك تاع تشات ويقول هو معناها il piège des filles du monde entier ويعديهم معناها يحكي معاهم ما يقول لهمش راكم اون ديريكت ما يقول لهمش اللي هما باش تتبثوا وكوا ما في بالهمش اللي هما باش يهبطوا على اليوتيوب كيما يحكيوا عادي مع 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 اي نجم يكون معناها في موقف ما يحبش يتعدى فهمت كيفاش وان بلوس يقول لك شنو هالمحتوى اللي يقدم فيه السيد شنو هي شنو هو المحتوى اللي يقدم فيه وعلاش اليوم نستضيفوه في لي بلاتو تيلي علاش اليوم السيد هذا نظهروه يقول الياس كاينو ليدر كاينو بيج هو يعمل دي بيج اون ديغي يعمل دي بيج للناس اللي يحكي معاهم ويستفزهم في مواقف اللي هما ما يعرفوش لي رياكسيون نتاعهم اللي العباد تتفرج فيهم وزيد سامحني دي رياكسيون وزي شويه ساعات فوالا وبكلام بذي ساعات نوعا ما معناها المحتوى انا بالنسبه ليا كي ولدي ولا اي واحد من العائله يتفرج يقول لي شكون هذا نحشم نوريه لي فيديو على يقول لي وريني شوف فاش يعمل السيد هذا بصراحه تحشم باش توريه لي فيديو معناها انت مع الاخر نتاع تفرج فيهم وحدك وهما بيدهم يتعرضوا زيد راهم المشاكل من بعد مع عائلاتهم وناسهم والكل على خاطر هما في بالهم في كادر بريفي مع شخص ربي اجانب هما يمكن ما يعرفوا جنبك اللي ما نعرفوش عليهم شنو هي لي رياكسيون كان جات الحكايه مع التوانسه ممكن اكيد راه في مشكون حتى رفع قضايا معناها فهمت وكان واحد بالحق اليوم يشوف ويتقلق من اللي قاعد يعدي فيها يا عزيزوس فهمت ينجم زاد يرفع قضيه المشكله انه الياس بالنسبه ليه ينجم يخدم على اليوتيوب كما يحب اما تستضيفه في بلاتو اعلامي والظهر وكانه هو صانع محتوى عظيم فهمت وكانه مثال للشباب اليوم اللي يقول لك يعمل في نومبر دو في يعمل نومبر دو في اوكي يعمل زوز ملايين سامحني معناها اي واحد يمشي شو نقول ما لاش نقول لك معناها نحوايج تو يعمل 2 مليون دو في هكا ولا بالطبيعه المحتوى مهم برشا برشا مش في اللي شيفر المشكله في نظافه الشيفر هذاك لكن هذا هو بالحق هو تبعوا فيه برشا ويشكروا فيه ياسر معناها يتبعوا فيه ما يشكروا فيه ما نعرفش ما عنديش فكره اما نعاود ونقول المشكل اليوم ما تظهروش كمثال لصانع المحتوى المثالي للشباب اللي يتفرج فيك هذا اللي حاب يقولوا الياس هذا اللي حاب يقولوا الياس اي قريتها التدوينه نتاع الياس قريتها التدوينه على خاطر يظهر فيه تصدم به يمكن شي شافه اول مره الياس دونك تصدم بالمحتوى الموجود يقول لك كيفاش ناس كيف هذوما معناها يجيبوهم في دي بلاتو كبار معناها راهو يصدروهم كبار معناها معناها يقول هو الياس معناها يقول نحطوهم كيما هكا كيما الليدر كيما هكا المثال خلينا نتجاوزوا الياس بصراحه بالنسبه لي انا عنده ألف حق في الموضوع هذا وانا كنت باش نجبد نحكي عليه وقت اللي استضافوا نوفل مؤخرا في ديما لاباس جو كخوا مي شجعني الياس كي كتب الستاتيو هذايا لقينا روحنا ماشيين في نفس التوجه انا وياه دونك من الاحسن انه نوضحوا اليوم الاستضافات تكون يعني في حدود نقولوا احنا لي نورم اخلاقيات المهنه على الاقل وفما زاد حاجه اخرى بعثوا لي انا معناها ناشطين في المجتمع المدني على برنامج لطف العبدلي اللي باش يستضيف زاد ناشط على لي ريزو سوسيو واليوتيوب ويوتيوبر وكل اسمه لابا
والعباد رافضين حضوره ديجا من البوند انونس. قالوا كان السيد هذا يتعدى علاش على خاطر السيد هذا شو يعمل شنيا اللي يعمل فيه يحط عباد دي فيديو نتاع عباد معناها في دي سيتواسيون معينه ويقعد يضحك عليهم شو كيف يعمل شو كيف يقد شو كيف يدر شنيا شو راسه شو خل... معناها تقزيم و و و و وسخريه من العباد. ومن بعد شنلقاو السيد هذايا مستضيفينه في بلاتو اعلامي اوتون كو شنو اوتون كو يوتيوبر. شنو هو المحتوى اللي انت تقدم فيه اليوم على اليوتيوب يستحق باش راهو قلنا لي شيفر راهو تنجم تجيبهم ببذاء برشا معناها اي كي تحب برشا تعمل نيفو طايح كي تنجم نجيب لي شيفر المنطق ديجا اما بصراحه ما يستحقش انه يكون موجود في بلاتو يكون موجود في بلاتو اعلامي وتجيبوا تصدروا للعائلات وللشباب التونسي كهكا مثال في الـ في الـ في الـ بون. خلينا نتعداو نحكيو على نوف الورتاني سهريه البارح لمن يسهر فقط كان استضاف والد السجين الرابور سواغمان كان حكى على الوضعيه نتاع ولده في السجن قال انه اكثر من عام في الإيقاف قال سابقة خطيرة للقضاء اليوم وبالطبيعة الكلام يرجع الوالد سواغمان حكي على الظروف النفسية متاع ولده كيفاش معناها منقص في الميزان كيفاش معناها مش بالطبيعة الحبس نقولوا ماهوش أوتيل سانكيتو كمان حبس لكن هو مازال موقوف والقضيه نتاعو فما حاجه مهمه في الكلام اللي قاله بو سواغمان البارح. والده قال انه انا علمتهم حب تونس انا اللي خليتهم يجيو وكان يخرج ولدي من الحبس نعاود نخليه يحب البلاد هذه وحتى يمشي لامريكا ولا وين تربى ولا في فرنسا ولا كذا نقول له عاود ارجع هذه بلادك ولازم كي ترجع تاخذ فيها حقك. كان عندنا اكستريم الكلام اللي عن اللي بو سواغمان نسمعوه شويه. ما عملش فلوسه من الرابر كان يمشي لابورس بيسع عمل شويه فلوس لابونك سويس في ميامي اعطاها الفلوس طلبت عليه مؤشرات منين جاك ومنين قالوا له تفضل راني ربحت وكذا 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 شابوبا ان بوجور حكمت لي حبي هبطوا من تونس مشالهم قالوا له وي تبعثوا دو بونك على بونك سنترال دو لا تونيزي كل شيء نبعثوا فيه في تونس كل شيء كيفاش منين جاء خذوا له الفلوس قالوا حطوهم في الخزينه بس صبر الخزينه فيها فرنك تو. هذه براتيكمون معناها يدافع على القضيه نتاع ولده والاهم من هذا قال انه اليوم كان يخرج السيد نبيل قروي من السجن انا نعمل اضرب جوع انا ولدي. وعليش الربط؟ ربط على خاطر شايف خروج سامي فهري يقول لك اليوم العباد ربطت زاد على مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين بعد ما حمله سايب الراجل نتاع سامي برشا ناشطين عملوا حمله سايب سواغمان وكيف كيف الانصار نبيل قروي عملوا حمله سايب نبيل دونك يقول لك اليوم اذا كان خرج سامي الفهري وخرج نبيل قروي دونك ولدي من حقه انه يخرج لانه هو زاد تجاوز مده الايقاف القانونيه. وعلاش مدة الإيقاف معناها خذيت الوقت هذا الكل وما تحاكمش إذا كان عنده قضية يستحق أنه يتعاقب عليها إذا كان ظهرت حاجات أخرى تخليه يخرج علاش؟ أنا بيدي مانيش فاهم احنا بيدنا مانيش فاهمين علاش طول مدة الإيقاف نتاع العباد هذوما وغيرهم بيان سور هذوما دي زيكزامبل خاطر على خاطر معروفين وناس يراو الامر ينطبق على المواطنين الكل اللي يتجاوز مده الايقاف القانوني ما بصراحه لازمو يخرج في ايقاف في سراح وجوبي ولا تحفظي ولا ما عرفش التيرم جوريديك بالضبط اما كمان ما نتجاوزوش مده الايقاف اذا كان العبد انت حطيته في السجن على قضيه معينه احكم عليه عديه على المحكمه وخليه اذا كانوا تمت ادانته وياخذ جزائه اذا كانوا بريء خليه يخرج لعائلته. وليت القضايا هذه كثره تكريت ساميه وتونس واكمان والسيد نبيل قروي وممكن فما حتى رجال اعمال اليوم في الحبس وعندهم مساندين فما مواطنين زاد اليوم قاعدين يتظلموا وقاعدين نحكيوا عليهم ومده ايقافهم قاعده تطول وتفوت المده القانونيه
بصراحة مواضيع من هكا احنا بصراحة نراوهم في الإعلام وما يطلعوا للضوء إلا ما يتحكي عليهم في البلاتو تيلي. وبطبيعة الحال إذا كان إنسان مظلوم يستحق البراءة احنا نتمنيه له بالطبيعة. إذا كان القضاء تمت إدانته احنا عنا ثقة في القضاء التونسي بصراحة، إذا كان السيد مدان فإنه يستحق العقوبة السجنية. وهذا هو خلي التونس يعرف بالحق، خلي التونس يحب يعرف إذا كان هذي ظالم وإلا مظلوم. كان ظالم يمشي يأخذ الجزاء بتاعه، وبخيتو العبيد زادة ما نش عايشين في غابة، الناس معناها تحكم في البلاد وهما فاسدين. دونك إذا كان فما قضية يلزم تعاقب عليها خلي تعاقب عليها، وكهو تتفهم الهديري كل سيكلر ما كترش من هكا. نتعديو للموضوع اللي بعده، نحكي لكم على برنامج بصراحة معناها أنا ظهر لي بعيد على اللي قاعدين نشوفوا فيه في بقية التلفز. حاجة بعيد على المشهد الفضائحي يقول أنا العبيد اللي تجي باش تكشف خنارها ولا باش تكشف تحكي على مشاكلها كل بون صحيح ما فماش برنامج لا يخلو من المشاكل ولا من العبيد اللي تحب هكا تفرغ قلوبها، لكن اللي شدني في البرنامج هذا هو الهدف بتاع البرنامج انك تجيب عبد باش يعترف بالجميل لشخص اخر. لهنا نحكيه على زينب المالكي في كارتاج بلوس، طبيعتها يشبه لها البرنامج برنامجها على روح على قياسها أبسوليمون. زينب المتسامحة، زينب لا جينيروز، زينب اللي بالحق أي عبد يعمل لها حويجة قد هكا وتظهر ياسر ياسر كبيرة. هذيك هي زينب وذاك هو البرنامج اللي كنا نتصوروه معناها نتوقعوه بلوتو من عند زينب. هذيك هي الخدمة اللي تحبها. البرنامج اسمه خيرك سابق، اسمه ديجا يحكي عليه كنقولوا خيرك سابق، معناها إنسان يحب يعترف بالجميل لشخص آخر. شفنا البارحة اللاعبة البارأولمبية، شفنا زادة كيف قصة مروة اللي كان عنا منها شوية قصة مروة إذا كان معنا منها إكستري المفيد مش مشكلة. هذه الحلقة الثانية يظهر الحلقة الثانية، حبيت أن نسمعكم شوية مش نحاول أنا نفسر شنو اللي صار. مروة مثلا البطلة البارأولمبية اعترفت بالجميل مثلا للانترونور متاعها اللي كان واقف معها لاخر لحظة. نقولوا احنا شنو ما الحاجات اللي انا نحس برشا موتيفاسيون كي تسمع للعبيد اللي تحكي الضيوف متاع زينب كلامهم فيه برشا موتيفاسيون وإيموسيون زيدة برشا إيموسيون يخليك تقدم، يخليك نقولوا احنا ما تقفش واذا كان عرضتك هكا عقبة ولا حاجة تحاول انك تتعديها زيدة كيف يخليك تعمل الخير من غير حساب. يبدأ عبد نقولوا احنا واقف معاك تكمل انت زادة تقف معاه للاخر، تعترف له بالجميل انه العبد هذاك كان معاك في لحظات صعيبة. بصراحة ننصحكم ياسر باش تشوفوا ميم متفرجتوش البارح، اذا كان فاتتكم تلقاوه بطبيعة على شين يوتيوب. وحاجة والديكور مزيان ديكور محلاه ايه مثلا ولا ليه؟ نحكيو على ديكور الفوتوي الديكور الضوء الموسيقى الهادية صحيح تاع برنامج بتاع تركشلو بالحق. هذا هو بالحق والله تاع تقعد تشيخ برشا دوزة بتاع هكا بتاع انرجي بتاع موتيفاسيون وكلام مزيان برشا كلام مزيان بالحق كلام مزيان ان شاء الله ربي يوفقها زينب في البرنامج الجديد هذايا بالطبيعة على كارتاج بلوس وتشوفوه في سهرية البارح اللي هو البارح شنو صار ثلاثة البارح صار ثلاثة يانتي بسم الله على ولدي هذايا لا ما عادش فيه لا ما عادش فيه من تلفزة لتلفزة راهو ليلة كاملة ليلة زرقاء البارح عليه وهو يشاتي ويباتي من هنا وهنا 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 الزينة جوست انا نحب نهني بنوتة صغيرة بعيد ميلادها مش انا اللي نحب نهنيها هي مامي خدوجة جدتها تحب تهنيها لينا الشرقي بنت شذا جربي وهيثم الشرقي اللي عملت عامها الاول حبوا نقولوا لها جوايز انيفرسير ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير بنوته. أنا بصراحه وصاوني بنوته بصراحه انا مع الصغار راني نضعف نعرف انا مع الصغار ما كنا ملايكه تقول القايز ملايكه ربي يفضل هالهم لينا وربي يفضل لكم زاده مامي خدوجه ويعطيك الصحة ديما فرحانين بها وربي فضلك انت يا أسامة ميرسي بوكو. هذه كانت أخبار الميديا اليوم وقاية الأخبار أحوال الطقس ونرجعوا لكم نكملوا معاكم في المدام وجيه حتى نص نهار.